أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي البحيرة تم الإعلان عن الانتهاء من رصف 11 طريق بتكلفة بتصل 72 مليون جنيه، وفي البحر الأحمر تم تطبيق قرار حظر تداول الأكياس البلاستيكية. امبارح أيضا في محافظة الشرقية تم الإعلان عن زيادة نسب توريد القمح ل 520 ألف طن بالشوان والصوامع. أما في محافظة مطروح فتم بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية، واللي هتستمر لمدة أسبوعين. محافظات مصر شهدت امبارح أحداث وأخبار كتيرة. في البحيرة تم الإعلان عن الانتهاء من أعمال رصف 11 طريق بتكلفة 72 مليون و244 ألف جنيه خلال شهر مايو اللي فات، ومن المقرر أن يتم افتتاح بعض الطرق في ذكرى الاحتفال ب 30 يونيو، وده ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة. في البحر الأحمر أعلن مجلس مدينة الغردقة عن تشكيل لجان للمرور على المحال التجارية والسوبر ماركت ومحال الأغذية بكافة أنحاء المدينة لتطبيق قرار منع تداول الأكياس البلاستيكية بمدن محافظة البحر الأحمر، وهيتم توقيع الغرامات والمحاضر اللازمة للمخالفين. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشؤون الصحية توقيع الكشف الطبي على 3293 مواطن في 8 قوافل طبية مجانية بقرى 4 مراكز بالمحافظة، هي الخارجة، باريس، بلاط والدخلة، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مدار شهر مايو الماضي. في شمال سيناء تم إطلاق فعاليات دورة الإنقاذ البحري بمدينة العريش، والدورة دي بتشهد إقبال من أبناء محافظة شمال سيناء لأنها بتتيح فرص عمل للشباب، وبيحصل المتدرب على شهادة وكرنيه مزاولة مهنة منقذ فور الانتهاء من الاختبار النهائي. في بني سويف أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من تبطين 674 كيلو متر بتكلفة مليار و681 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 76.3% من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها. في بورسعيد تستعد المحافظة وهيئة تنشيط السياحة لإطلاق أكبر ماراثون للسكيت في مصر في نسخته الثانية، وده هيكون يوم الجمعة 16 يونيو. وبيأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم صيف 2023 من خلال خطط ترويجية مستحدثة لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد. في الشرقية أعلنت المحافظة أنه ما تم توريده من إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة بلغ نسبته 520 ألف طن 696 كيلو قمح، وأكدت جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية. في مطروح أعلنت مديرية التربية والتعليم بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من النهاردة، وده هيكون بمقر دواوين الإدارات التعليمية ولمدة أسبوعين.